السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض المحاضرة التانية، هنكمل كلامنا بتاع المرة اللي فاتت. هنبتدي المحاضرة بشوية important definition. أول حاجة عندنا هي الفارماكوفور. هو أولا كلمة فارماكوفور، كلمة فور أصلا معناها مولد، ففارماكوفور يبقى معناها أكيد هو مولد الفارماكولوجيكال أكتيفيتي. الحقيقة إن الفارماكوفور ده هو الاستراكشرال يونت الموجود في الدواء المسؤول عن الانتراكشن مع الريسبتور. يعني الفارماكوفور ده عباره عن مجموعه من الفانكشنال جروب اللي بتقدر انها ترتبط بفانكشنال جروب تانية موجوده في الريسبتور. الارتباط ده هو اللي بيكون الدراج ريسبتور كومبلكس اللي المفروض ان هو بعد كده بيدي الاكتيفيتي. الفكره ان الفارماكوفور ده ما ينفعش اغير فيه، اي تغيير في الفارماكوفور بينتج عنه كومبليت لوس للاكتيفيتي. يعني مثلا لو بصينا على المثال ده، الميثادون والهيروين، الجزء اللي باللون الاحمر هو ده الفارماكوفور، هو ده الجزء اللي بيدي الدواء القدره على الارتباط مع الريسبتور. انا ما ينفعش اغير في الفارماكوفور، لكن ممكن اغير في السايد تشين، ممكن اعمل سمبليفيكيشن للاستراكشر وابتدي اشوف تاثير ده على الاكتيفيتي. طيب يبقى زي ما اتفقنا وكملنا كلامنا بتاع المره اللي فاتت اللي هو البايندينج سايت. يبقى البايندينج سايت ايه هو؟ البايندينج سايت هو ده الجزء من الريسبتور اللي الدواء بيعمل معاه ارتباط. يبقى اذا هو كومبلمنتري بايندينج ريجن او كومبلمنتري فانكشنال جروب. المفروض ان الدواء والبايندينج سايت هما الاثنين بيرتبطوا مع بعض، سواء كان الارتباط ده زي ما ناخد بعد كده ريفرسيبل او ريفرسيبل وات ايفر. المهم ان الريسبتور مش شرط يكون في وان بايندينج سايت، ممكن يكون في اكتر من بايندينج سايت. طيب التعريف اللي بعد كده هو الافينيتي. يعني ايه افينيتي؟ الافينيتي هو قدره الدواء ان هو يرتبط مع الريسبتور، الاكستنت اوف انتراكشن. طيب لو انا دلوقتي عندي دواء له افينيتي ودواء له انترميديت افينيتي او مودريت ودواء له هاي افينيتي، يا ترى مين الافضل فيهم؟ اكيد الدواء اللي هيكون له افينيتي هتكون الاكتيفيتي بتاعته قليله. طب والدواء اللي له هاي افينيتي هيقدر يمسك مع ريسبتور وهيدي اكتيفيتي عاليه، ولكن هيمسك في الريسبتور، هيلزق فيه، مش عايز يسيبه. في الحاله دي ممكن ينتج عن الكلام ده ايه؟ توكسيستي. يبقى يفضل ان الدواء يكون له ايه؟ مودريت افينيتي، بحيث ان هو يرتبط مع ريسبتور يدي التاثير بتاعه، وبعد ما يدي التاثير ديسوشيت، وبعد كده يحصل له ميتابوليزم، يحصل له اكسكريشن ويبتدي يخرج بره الجسم. طيب في تعريف كمان مهم اللي هو الانترنسيك اكتيفيتي او الافيكاسي. الانترنسيك اكتيفيتي والافيكاسي يعني ايه؟ قدره الدراج ريسبتور كومبلكس ده ان هو يدي بيولوجيكال افكت. مش معنى ان الدواء ارتبط بالريسبتور او ان الدراج عمل مع الريسبتور كومبلكس ان الريسبتور ده له قدره ان هو يدي افكت. يبقى كلمه انترنسيك اكتيفيتي او افيكاسي معناها ايه؟ قدره الدراج ريسبتور كومبلكس ان هو يدي بيولوجيكال افكت. عندنا تعريف كمان مهم اللي هو الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب او السار. احنا قلنا السار ده قبل كده. السار ده هو ريليشن ما بين الكيميكال استراكشر بتاع المركب او مجموعه من المركبات مع البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعها. يعني دلوقتي لما يكون عندنا مركب زي ما قلنا قبل كده، ببتدي ان انا اغير في الاستراكشر. طبعا مش بغير في الفارماكوفور، بغير في السايد تشين، بغير في الفانكشناليتي الموجوده، ببتدي اشوف تاثير التغيير ده على الاكتيفيتي. يا ترى الاكتيفيتي عندي بقت اعلى ولا بقت اقل؟ يا ترى التاثير ده ايجابي ولا سلبي؟ والسار ده مهم جدا في الميديسينال كيمستري. يعني اي كلاسز من الدراجز هتاخدها بعد كده، الانتي اجيلانس، خدت انتي بايوتكس، خدت اي نوع من انواع الدراجز بعد كده، هتلاقي دايما بنشرح السار، ايه تاثير التغيير في الاستراكشر على الاكتيفيتي. طيب بوتنسي. بوتنسي معناها كميه الدواء اللي انا محتاجها عشان ادي 50% من الماكسيمال ريسبونس اللي الدراج ده يقدر يعمل لها انديوس. طيب البوتنسي دي بستخدمها ليه؟ قال لك بقارن ما بين المركبات جوه نفس الكلاس. يعني لو انا عندي مركب واحد هاي بوتنسي او دواء هاي بوتنسي ودواء تاني لو بوتنسي، ده معناه ايه؟ هاي بوتنسي معناها ان كميه قليله من الدواء ممكن تدي 50% من الماكسيمال ريسبونس. طيب اللو بوتنسي معناها انا احتاج كميه اكبر من الدواء عشان اقدر ادي 50% من الماكسيمال ريسبونس. يبقى اذا البوتنسي بتحدد كميه الدواء اللي انت محتاجها عشان تلاقي الافكت اللي انت محتاجه. ولكن لازم نربط البوتنسي بالثيرابيوتيك اندكس. يعني ايه ثيرابيوتيك اندكس؟ ثيرابيوتيك اندكس ده بيقيس السيفتي بتاعت الدواء. بمعنى انا امتى استعمل دواء هاي بوتنت وامتى استعمل دواء لو بوتنت، افضل مين فيهم؟ قال لك دايما بص على الثيرابيوتيك اندكس. يعني لو كان الدواء بتاعي هاي بوتنس، كميه قليله منه ممكن تدي الافكت، ولكن الثيرابيوتيك اندكس بتاعه كان قليل. الثيرابيوتيك اندكس قليل معنى كده ان ممكن لو حصل اي ايرور في الدوز بتاع الدواء ان يبقى عندي توكسيستي. في الحاله دي ممكن افضل الدواء الليس بوتنت لان الثيرابيوتيك اندكس بتاعه اعلى، يعني السيفتي بتاعته اعلى. يعني لو بصيت على الكالكوليشن بتاع الثيرابيوتيك اندكس، انا الثيرابيوتيك اندكس بتساوي ال دي 50 على الاي دي 50. ال دي اللي هي الليثال دوز، والاي دي اللي هي الافكتيف دوز. ال دي اللي هي الجرعه اللي ممكن ينشأ عنها توكسيستي. فلو الثيرابيوتيك اندكس كان عالي معنى كده ال دي 50 هتكون عاليه، يعني هحتاج كميه كبيره من الدواء عشان يظهر عندي التوكسيك افكت. ولكن لو كان الثيرابيوتيك اندكس عندي قليله معنى كده ال دي 50 هتكون قليله، معنى كده ان لو حصل عندي تراكم اكيوميشن لجزء
من الدواء ممكن ينشا عن كده وجود توكسيك افكت. يبقى اذا البوتنسي والثيرابيوتيك اندكس دي حاجات ببتدي ان انا احطها في اعتباري بالاضافه لفاكتورز ثانيه طبعا عشان احدد استخدامي للدواء ده من حيث الجرعات ومن حيث السيفتي بتاعته. طيب الباي افيلابيلتي معناها ايه؟ الباي افيلابيلتي بتعبر عن كميه الدواء اللي بتوصل ان تشينجد للسيستميك سيركيليشن بعد الادمنستريشن. بمعنى انا مثلا خدت دواء 50 مللي جرام فرضا، يعني هل يا ترى ال 50 مللي جرام دول كلهم هيوصلوا للسيركيليشن زي ما هم كده؟ قال لك لا، ما ممكن جزء من الدواء ده ما يحصلوش امتصاص اصلا من البدايه، ممكن جزء يحصل له امتصاص ولكن يحصل له ميتابوليزم يتكسر. يبقى اذا كميه الدواء اللي بتوصل للسيركيليشن وهي ان تشينجد ده اللي بيعبر عن البايو افيلابيلتي. يبقى البايو افيلابيلتي دي تفرق معايا في ايه؟ ولما يكون الدواء بتاع البايو افيلابيلتي بتاعته بتزيد، يعني البايو افيلابيلتي بتاعته عاليه، يعني معنى كده ان الدواء بيبقى موجود في الدم بتركيز عالي ان تشينجد، ممكن يوصل للتارجت سايت بتاعه يبتدي يعمل بايندنج، يبتدي يديني التاثير. يعني بزياده البايو افيلابيلتي بيكون عندي اكسبكتيشن ان بيحصل عندي زياده في الفارماكولوجيكال افكت بتاع الدواء. هنبتدي دلوقتي بقى نتكلم عن الدراج ادمنستريشن. الرحله بتاعت الدواء بقى انا خدت دواء، الدواء عندي هيمر بثلاث مراحل، اول مرحله فيهم هي الفارماسيوتيكال فيز. هتكلم عن ثلاث مراحل باختصار كده. اول مرحله الفارماسيوتيكال فيز دي من اول ما انت عملت ادمنستريشن للدواء لحد ما حصل عندي ريليز للماده الفعاله، وفي المرحله دي بيحصل حاجتين، بيحصل ديس انتجريشن وبيحصل عندي ديسولوشن. طب ما انا عندي الدواء ممكن يتاخد في اكتر من دوسج فورم، لو كان عندي الدواء مثلا سوليد دوسج فورم زي التابلت او الكبسول، في الحاله دي هيبقى عندي فارماسيوتيكال فيز. ليه؟ لان ما باخد التابلت بيحصل لها ديس انتجريشن او دي اجريجيشن، وبعد كده بيبتدي يحصل ذوبان، لان الذوبان اساسي عشان الامتصاص. طب يا ترى لو كان الدواء عندي انجكتبل زي الانترا ماسكولار انترفينس، وات دو يو اكسبكت؟ في الحاله دي ما فيش عندي ديس انتجريشن ولا عندي ديسولوشن، ده الدواء لو انا واخده اي في هيروح دايركت على السيركيليشن، لو انا واخده انترا ماسكولار هيروح للمصل ومن المصل هيروح على السيركيليشن. يبقى اذا الفارماسيوتيكال فيز تو بي كونسيدرد امتى؟ في حاله السوليد دوسج فورم اللي هي التابلت والكبسول، not to be considered، ما باخدهاش في اعتباري في حاله ايه؟ في حاله الانجكتبلز. طب المرحله الثانيه اللي هي الفارماكوكاينيتيك، والفارماكوكاينيتيك دي من اول ما الدواء بقى دايب بقى افيلبل ان هو يحصل له ابزوربشن لحد ما الدواء بقى افيلبل ان هو يدي التاثير بتاعه، او بمعنى اصح زي ما قلنا قبل كده الفارماكوكاينيتيك هي الجسم بيعمل ايه في الدواء. طب الفارماكوديناميك اللي هي رقم ثلاثه في الستيجز دي، من اول ما بقى الدراج افيلبل للاكشن لحد ما شفت الافكت. زي ما قلنا قبل كده فارماكو دايناميك يعني الدواء بيعمل ايه في الجسم. طيب تعالوا نتكلم اول حاجه عن الفارماسيوتيكال فيز. زي ما قلنا من شويه ان الفارماسيوتيكال فيز دي هي ايه؟ هو التايم من اول ما حصل عندي دراج ادمنستريشن لحد ما حصل عندي ريليس للماده الفعاله. وزي ما قلنا ان هي بتشتمل على الديس انتجريشن او الدي اجريجيشن وبعد كده الديسولوشن. ليه؟ لان قلنا ان الديسولوشن الذوبان ده اساسي عشان الدواء يحصل له عمليه امتصاص. قلنا من شويه ان الاي في والانترا ماسكولار الاثنين ما فيش فيهم فارماسيوتيكال فيز، لان الدواء في حاله الاي في بيروح دايركت على البراد سيركيليشن، وفي حاله الانترا ماسكولار بيروح من المسل اللي هي السايت اوف انجكشن الى البلاد سيركيليشن. لكن في حاله الاورال طبعا بشوف عمليه الديس انتجريشن وبشوف عمليه الديسولوشن، وبالتالي الفارماسيوتيكال فيز تو بي كونسيدرد في حاله الاورال. طيب الريت اوف ديسولوشن ده بيزيد بايه؟ قال لك الريت اوف ديسولوشن ده بيزيد بزياده الديجري في الووتر سوليبيليتي بتاعت الدواء. يعني كل ما الدواء بتاعي الذوبان بتاعه الووتر سوليبيليتي بتاعته بتكون عاليه، كل ما الديسولوشن بتاعه يكون اكتر. واحنا قلنا ان عمليه الديسولوشن دي اساسي عشان عمليه الايه؟ الامتصاص. ده حتى الديسولوشن دي ريت ليميتنج ستيب في القصه دي. الفكرة ان معظم الادوية دايما عشان حتة الذوبان دي بنعملها في صورة سولت، يعني هي الادوية غالبا يا اما ويك اسيد يا اما ويك بيز، دايما تلاقي الدواء ده موجود غالبا في الصيدلية في صورة سولت، تلاقي صوديوم سولت، بوتاسيوم سولت، ميثيليت سولت، سلفيت سولت. طب ليه؟ يعني زي ما قلنا ان السولت ده بيكون اعلى في الووتر سوليبيليتي من البيرنت دراج، وبالتالي معدل الديسولوشن بتاعه بيكون اعلى. ده في تريكة كمان في حالة الويك بيز، غالبا ما يكون الويك بيز دراج دي بيكون عندها مشكلة في الاستابيليتي. لما بتعمل الويك بيز ده في صوره سولت لو ان الاستابيليتي بتاعته بتكون عاليه، يبقى اذا السولت في الحاله دي مش بس وفر لك اعلى ووتر سوليبيليتي، لا كمان وفر لك استابيليتي احسن. هنتكلم بعد كده عن الفارماكوكينيتيك فيز. ليه ادمي؟ قال لك ده بقى من اول ايه؟ من اول ما حصل ريليز للماده الفعاله، الماده دلوقتي بقت دايبه وبقت جاهزه ان هي تخش جوه الجسم، يحصل ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، اليمينيشن.
طيب في جزئيه مهمه انا عايزك تعرفها، هناخدها حتى باختصار، هي الفيرست باس افكت. الفيرست باس افكت دي بتحصل مع بعض الادويه اللي بتتاخد اورال، لان هي معنى بتاخد اورال يحصل لها ابزوربشن، اول ما يحصل لها ابزوربشن بتروح للليفر الاول وجزء منها بيكسر. طبعا طالما جزء منها بيكسر يبقى اكيد الفيرست باس ميتابوليزم ده بيكون له تاثير على ايه؟ تاثير على البايو افيلابيلتي. الفارماكوديناميك فيز بقى، الفارماكوديناميك فيز ده انفولف الانتر اكشن بتاع الدراج مع السايت اوف اكشن بتاعه الريسبتور. هيكون عندي دراج ريسبتور كومبلكس، هو اللي المفروض ان هيدي الفارماكولوجيكال افكت، بس احنا دايما يبقى عندنا اكسبكتيشن ايه؟ ان البايندنج بتاع الدراج والريسبتور يكون ريفرسبل. انا عايز الدواء يعمل بايندنج مع الريسبتور ولكن الارتباط ده ما يكونش دائم، الدواء يدي التاثير بتاعه وبعد كده يدسوشيت، يحصل له بعد كده ميتابوليزم، يحصل له اكسكريشن، يبتدي يخرج بره الجسم. يبقى اذا الثلاث مراحل احنا اتكلمنا عنهم اللي هي رحله الدواء جوه الجسم دي، ايه اللي بيتحكم فيها؟ اللي بيتحكم فيها هي الفيزيكوكيميكال بروبرتيز بتاع الدراج. هنبتدي نتكلم بقى عن الفيزيكوكيميكال بتاع الدراج. الفيزيكوكيميكال بروبرتيز بتاعت الدراج، الدراج غالبا ما بيكون اورجانيك كيميكال ستراكشر، فدايما هتلاقي اي اورجانيك ستراكشر او الدواء غالبا بيتكون من ايه؟ هتلاقيه بيتكون من كربون سكيلتون ومعاه شويه فانكشنال جروب. الكربون سكيلتون دي مع الفانكشنال جروب هي دي اللي بتحدد السبيسيفيك فيزيكوكيميكال بروبرتيز بتاع الدراج. طيب في عندنا تو موديل اكزامبل هناخدهم دايما واحنا بنتكلم عن الكلام ده، هتلاقي عندك الاسبرين والفلوكستين. لو جينا نبص على الاسبرين مثلا هتبص تلاقي عندك باللون الازرق، عندك الفينايل، عندك الميثيل، يمكن يكون اروماتيك بكل الفاتيك. الفكره ان هي دي الكربون سكيلتون، وهتلاقي عندنا فانكشنال جروب، هتلاقي عندك الكربوكسيليك جروب، هتلاقي عندك الاستر فانكشنال جروب. يبقى اذا اوفر اول هتلاقي عندي كربون سكيلتون وهتلاقي عندي فانكشنال جروب. بالمثل لو بصيت على الفلوكستين هتبص تلاقي عندك فينيل، عندك الكايل سايد تشين، عندك ميثيل جروب، كل ده بقول عليه كربون سكيلتون. هلاقي كمان معاه هالوجين، هلاقي ايثر، هلاقي امينو، الحاجات دي كلها هي الايه؟ هي الفانكشنال جروب. يبقى اذا اي دراج اللي بيحدد الفيزيوكيميكال بروبرتيز بتاعته هو الاستراكشر بتاعه اللي هو عباره عن الكربون سكيلتون بالاضافه الى الفانكشنال جروبز اللي بتكون موجوده. الفيزيوكيميكال بروبرتيز دي بتاثر على الرحله بتاعته جوه الجسم. يا ترى الدواء ده امتصاصه هيكون سريع، امتصاصه هيكون بطيء، الدواء ده بيحصل له فيرست باس ميتابوليزم، الدراج ده بيعمل بايندنج ريفرسبل، بيعمل بايندنج ريفرسبل، كل ده بيتحدد بناء على الفيزيوكيميكال بروبرتيز بتاع الدراج. ايه هي اهم الفيزيكوكيميكال بروبرتيز اللي احنا نتعرض لها؟ نتعرض للاسيد بيس بروبرتيز، الهيدروفيليك لايبوفيليك بروبرتيز اللي هي الووتر ليبيد سوليبيليتي، الالكترونيك افكت بتاع السبستيتوينتس، والستيريك افكت بتاع السبستيتوينتس. النهارده هنبتدي كلامنا في الاسيد بيس بروبرتيز. يبقى الاسيد بيس بروبرتيز اوف دراجز، زي ما قلنا ان معظم الدراجز بيكون ويك اسيديك او ويك بيزك ان نيتشر، وعشان كده البرونستد لاير ثيوري اللي هي الاسيد بيس ثيوري هي احسن طريقه ممكن اعمل بيها اكسبلانيشن وبريدكشن للاسيد بيس بيهيفير بتاع الدراج. هو يهمني في ايه الاسيد بيس بيهيفير بتاع الدراج؟ لا يهمني، لان البيهيفير ده بيأثر على الابزوربشن، بيأثر على الاكسكريشن، بيأثر على الكومباتيبلتي مع اي دواء تاني ممكن يكون موجود في السوليوشن. طيب نفتكر بعض شويه تعريفات كده، هي ايه الاسيديك فانكشنال جروب؟ الاسيديك فانكشنال جروب هي الجروب اللي لها كابابيلتي انها تعمل دونيشن للبروتون. طب البيزك فانكشنال جروب، البيزك فانكشنال جروب هي اللي لها كابابيل ان هي تعمل ايه؟ اكسبتنج للبروتون. يبقى دلوقتي لو انا عندي ويك اسيد والويك اسيد ده فقط بروتون بيتحول ليه؟ بيتحول لكونجكت بيس، وزي ما خدته قبل كده برضه في الاناتيكال انتوا عارفين الويك اسيد بيبقى يدي سترونج كونجكت بيس، وفي حاله البيز زي ما شايفين برضه البيز هو اللي ايه؟ هو اللي اكسبت بروتون، بيتحول الى كونجكت اسيد، فلما يكون ويك بيس بيدي سترونج ايه؟ كونجكت اسيد. طبعا في النيوترال، النيوترال ده اللي هو ايه؟ لا اكسبت ولا دونيت بروتون. طيب هي الديجري بتاعت الايونيزيشن بتاع الاسيديك والبيزك دراج دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البي اتش بتاعت الانفايرمنت. بمعنى لما يكون عندي ويك اسيد او ويك بيز، يعني ايه كلمه ويك اسيد ويك بيز؟ يعني بيحصل عندي انكمبليت ايونيزيشن، بلاقي عندي الصوره الايونايزد موجوده والصوره الان ايونايزد برضو موجوده. طيب الديجري بتاعت الايونيزيشن دي بقى بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على البي اتش بتاعت الانفايرمنت اللي الدواء موجود فيها. فدلوقتي عندي الجي اي تي زي ما انتم عارفين بتتكون من ديفرنت كومبارتمنت، البي اتش بتتغير. فلو الدواء كان موجود في الاستومك مثلا البي اتش عندي اسيدك، البي اتش من 1 ل 3، في الديودينم الاقيها من 5 ل 7، تزيد تبقى 8
بالكولون، يبقى باختلاف البي اتش بتاعت الانفايرمنت او السراوندنج بي اتش الموجوده حوالين الدواء، هتلاقي ان الدواء بيدي ديفرنت ديجري اوف ايه؟ اوف ايونايزيشن. عندنا هنا جدول اهو بوضح فيه الاسيديك فانكشنال جروب، عندك الفينول، السلفونامايد، الامايد، الالكايل سايول، السايفينول. الكلام ده طبعا هتاخدوه اكتر في العملي، هنركز عليه مع بعض في الايه؟ السكاشن ان شاء الله. عندك هنا برضو بيبين البيزك فانكشنال جروب، عندك الارايل امين، الارايل امين عموما، الكايل امين، اميدين، جوانيدين. في عندك برضو امثله على النيوترال فانكشنال جروب، عندك الايثر، عندك الاستر، السلفونيك اسيد استر. يبقى انت كده عندك الفانكشناليتي امثله على البيزك فانكشنال جروب وامثله على النيوترال فانكشنال جروب، وزي ما اتفقنا الكلام ده هناخده اكتر فين؟ في العملي، هنركز عليه مع بعض في السكيشن. طيب ما تيجي نشوف الاسبرين والفلوكستين اللي اتكلمنا عنهم من شويه. يعني دلوقتي عندنا الاسبرين اهو، هتلاقي الاسبرين عندك ايه؟ عندك حلقه البنزين او الميثيل جروب، ما ده نيوترال، ما ده كربون سكيلتون. هتلاقي عندك الاستر، ما الاستر برضو نيوترال. طب الكربوكسيليك جروب اسيدك، فانا ممكن اقول ان الاسبرين اسيدك. عندك المثال الثاني اللي هو الفلوكستين، عندك البنزين، عندك الالكايل تشين، عندك الميثيل جروب، كل ده نيوترال. هتلاقي عندك الايثر فانكشناليتي نيوترال، الهالوجين نيوترال، هتلاقي عندك امين ايز. فممكن نقول على الفلوكستين هو اوفر اول كده نقول عليه ايه؟ بيزك دراج. يبقى اذا ان شاء الله في السكيشن هتشوفوا مركبات اكتر، هنبتدي نوريكم المركب، نبتدي نقول لك طلع لي ايه الجزء الاسيديك، ايه الجزء البيزك، ايه الجزء النيوترال. تبتدي انت تكون عارف تفرق ما بين الفانكشناليتي عشان تقدر انك تحكم على الميديكيشن. طيب بريدكتنج الديجري بتاع الايونيزيشن، جه واحد اسمه هندرسون وهاسل باكريك وعملوا حاجه، قال لك انا ممكن اربط ما بين البي كي اي اللي هي بتكون ثابته للدواء، وبين البي اتش بتاعت السوليوشن المقصود بيها البيولوجيكال ميديم اللي هي البي اتش اللي بيكون سراوندنج للدواء، الدواء موجود فين، المكان ده البي اتش بتاعته ايه بالظبط، تمام. قال لك لو قدرت اربط ما بين البي كي اي وما بين البي اتش وبين الديجري اوف ايونيزيشن، انا ممكن اعمل اكسبكت للبيهيفير بتاع الايه؟ بتاع الدواء. طيب المعادله دي بتقول ايه؟ قال لك البي اتش بيساوي البي كي اي زائد لوج الايونايزد على الان ايونايزد. طيب في حاله الويك اسيد الاسيديك دراج، هلاقي ان البي اتش بتساوي البي كي اي زائد لوج الايونايزد على الان ايونايزد، او البيرسنت ايونايزيشن بيساوي 100 على 1 زائد 10 اس بي كي اي ماينس بي اتش. طيب حاله البيزك دراج المعادله بتقول ايه؟ البي اتش بيساوي البي كي اي زائد لوج الان ايونايزد على الايونايزد. تمام، عكس الويك اسيد، في الاسيد كنت بقول ايونايزد على الان ايونايزد، لكن في حاله البيزك بقول الان ايونايزد على الايونايزد. البيرسنت ايونايزيشن بتساوي ايه؟ 100 على 1 زائد 10 اس بي اتش ماينس بي كي. وزي ما احنا قلنا قبل كده الايونايزيشن والابزوربشن الاثنين مرتبطين ببعض. طب ليه؟ لان في معلومه مهمه بتقول ان الدواء عشان يعدي من البيولوجيكال بارير، عشان يعدي من الانتستين يروح للسيركيليشن، عشان يحصل له ابزوربشن، القصه دي بتحصل في الايه؟ بتحصل للصوره النون ايونايزد. على فكره في معلومه تانية مهمه عايزين نتكلم عنها، هي ايه؟ ان المين ريزون ان الموست اسيدك دراج يحصل لها ابزوربشن من الانتستينال تراكت، لا ده ويك اسيدك دراج، يعني المفروض ان هو يكون مينلي نون ايونايزد في الاستمك، ولكن هلاقي ان بيحصل له ابزوربشن كمان من الانتستين. ليه؟ قال لك لان في مايكروفيلاي موجود جوه الانتستينال ميكوزا، بتدي هيوج سيرفيس اريا اكبر طبعا من الموجوده في الجاستريك ميكوزا، وبالتالي بيكون في فرصه ان الدواء يحصل له ابزوربشن برده عن الانتستين. طيب عايزين دلوقتي ناخد تطبيق بقى الهندرسون ايكويشن. يعني دلوقتي انا اقول لك انا عندي ويكلي اسيديك دراج، واقول لك ان البي كي بتاعته بتساوي 4، اقول لك قول لي والله ايه الديجري اوف ايونيزيشن بتاعت الدواء ده في الاستومك، واللي هي البي اتش بتاعتها 2، وفي الانتستين البي اتش بتاعتها 6. طب ليه؟ وانا لو عرفت الديجري اوف ايونيزيشن بتاعته في البي اتش دي، ممكن اعمل اكسبكتيشن، يا ترى الدواء ده يحصل له ابزوربشن منين؟ لان زي ما اتفقنا الدواء بيحصل له ابزوربشن مني في الصوره الايه؟ الان ايونايزد. فتعالوا نشوف مع بعض كده ازاي هنطبق هندرسون ايكويشن. دلوقتي الاستومك البي اتش بتاعتها بتساوي 2، واحنا قلنا ان الدواء ده ويكلي اسيدك، وبالتالي هيبقى المعادله بتقول ان البي اتش بيساوي البي كي اي زائد لوج الايونايزد على الان ايونايزد. فالبي اتش 2 البي كي اي 4، من هنا هقدر اجيب لوج الايونايزد على الان ايونايزد بتساوي ماينس 2، على الاقل الحسبه اللي عملتها ماينس لوج، هتلاقي ان الايونايزد على الان ايونايزد بيساوي 1 على 100. معنى كده ان ايه؟ معنى كده ان الدراج موجود مينلي في الصوره الايونايزد، ما
هو سورة ايونايزد 1 بارت، السورة الايونايزد او الان ايونايزد 100 بارت، معنى كده ان مينلي الدواء موجود في الصورة النون ايونايزد. طب ما تيجوا نشوف كده في الانتستين. في الانتستين البي اتش بيساوي 6، هنطبق المعادلة مرة تانية، البي اتش بيساوي الدي كي اي زائد لوج الايونايزد على الان ايونايزد. قدرنا نجيب لوج الايونايزد على الايونايزد طلعت 2، عملنا شيفت لوج طلع ان الايونايزد على الايونايزد بيساوي 100 على 1. 100 على 1 دي معناها ايه؟ ان 100 بارت موجود في الصوره الايونايزد واني 1 بارت موجود في الصوره النون ايونايزد، يعني مينلي الدواء ده موجود في انهي صوره؟ مينلي الدواء ده موجود في الصوره الايونايزد. طب ما تيجي نطبق الكلام اللي قلناه قبل كده. ما ده دواء ويكلي اسيتك في الاستمك اللي هي البي اتش بتاعتها 2 اسيتك، كان مينلي في الصوره النون ايونايزد. فلما كان في الانتستين البي اتش بتاعتها 6 كان مينلي في الصوره الايونايزد. مش احنا اتفقنا ان الابزوربشن بيحصل مينلي في الصوره النون ايونايزد؟ يبقى اذا الويكلي اسيتك دراج هيحصل له ابزوربشن منين؟ هيحصل له ابزوربشن مينلي فروم الاستمك اللي هي بتوفر له الاسيتك بي اتش. وصلت الفكره؟ يبقى اذا دلوقتي لما بديك اي دواء اقول لك ده ويكلي اسيدك او ويكلي بيزك، بديك البي كي اي بتاعته، بتبتدي انك تطبق المعادله، بتحسب الديجري اوف ايونايزيشن، بتشوف الدواء موجود مينلي في الصوره الايونايزد ولا الصوره النون ايونايزد، وبناء عليه تقدر تعمل بريدكشن الدواء ده ممكن يحصل له ابزوربشن منين. على فكره ممكن نطبق برضو المعادله الثانيه اللي هي بتاعت البيرسنت ايونايزيشن اللي احنا اتفقنا عليها، ومن البيرسنت ايونايزيشن تقدر تحدد تشوف لو النسبه عاليه جدا يبقى معنى كده ان الدواء مينلي موجود في الصوره الايونايزد، يبقى اكيد الامتصاص بتاعه هيكون ضعيف او مفيش امتصاص اصلا. كل ما الديجري اوف ايونايزيشن او بيرسنت ايونايزيشن بتاعتك تكون قليله معنى كده ان الدواء مينلي موجود في الصوره النون ايونايزد، وده معناه ان الدواء بيكون له فرصه احسن في ان هو يحصل له ابزوربشن. طب ما تيجي نشوف مثال تاني، تعال نشوف مثال تاني الافيدرين اتش سي ال. قال لك البي كي اي بتاعته 9.6، الانتستينال تراكت بي اتش بتاعتها 8. طب ما تيجي نشوف الافيدرين على الافيدرين اتش سي ال وضعهم ايه. قال لك دلوقتي يبقى 8 بتساوي 9.6 زائد لوج الافيدرين على الافيدرين اتش سي ال. على فكره هي كده لوج ايه؟ لوج هول ايونايز، لان الافيدرين ويك بيس. فدلوقتي لما اجي اطبق المعادله دي هلاقي ايه؟ هلاقي ان الافيدرين على الافيدرين اتش سي ال 0.025. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 25 بارت من الافيدرين لكل 1000 بارت من الافيدرين اتش سي ال. عندي بي اتش 8 اللي هي بتاعت الانتستين. ده معناه ايه؟ معناه ان الدواء اللي موجود في الصوره الايونايزد. طيب طالما الدواء اللي موجود في الصوره الايونايزد يبقى الابزوربشن بتاعه هينفع من الانتستينال تراك؟ اكيد لا، لان الابزوربشن بيتم من الصوره اللي تبقى ايه؟ نون ايونايزد. قال لك طب ما تيجي نحسب الافيدرين اتش سي ال في الاستومك ومعاها بي اتش 2 وبي اتش 8 ونطبق اللي هي المعادله بتاعت البيرسنت ايونايزيشن. قال لك تمام، يبقى البيرسنت ايونايزيشن بتاع الافيدرين اتش سي ال في الاستومك هيساوي ايه؟ قال لك مش ده ويك بيز، يبقى 100 على 1 زائد 10 اس البي اتش ماينس البي كي اي. طلعت البيرسنت ايونايزيشن عندي 99.999، ده فيري هاي ايونايزيشن. يعني معنى كده ان الدواء في الاستومك ده موجود مينلي في الصوره الايونايزد، مفيش صوره نون ايونايزد. طب الافيدرين اتش سي ال في الانتستين الديجري اوف ايونايزيشن بتاعته كام؟ قال لك 97.6%. قال لك ده الديجري اوف ايونايزيشن عاليه كمان في الانتستين. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الافيدرين اتش سي ال لو انت خدته مش هيحصل له ابزوربشن من الجي اي تي. ليه؟ لان البيرسنت ايونايزيشن بتاعته في الاستومك عاليه وفي الانتستين عاليه، الدواء مينلي في الاثنين موجود في الصوره الايونايزد، واحنا اتفقنا قبل كده ان الصوره اللي بيحصل لها ابزوربشن هي الصوره الايه؟ هي الصوره النون ايونايزد. ناخد مثال كمان. البي اتش بتاع الاستومك 2.5 والبي كي اي بتاع السايبنتال صوديوم 7.4 والدواء ده اسيدك. قال لك if a patient is giving سايبنتال orally instead of IV، يعني بدل ما اديه IV اديته orally، يا ترى البيشنت ده هينام ولا لا؟ مش ده ويك اسيدك دراج؟ اه، طبق المعادله بتاعت البيرسنت ايونايزيشن احنا قلنا عليها، معاك البي اتش ومعاك البي كي اي، هتقدر بسهوله تطلع البيرسنت ايونايزيشن طلعت 0.002. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الدواء موجود مينلي في الصوره الايه؟ الصوره النون ايونايزد، الايونايزيشن بتاعه 2/1000%، يعني 2 بارت ايونايزد لكل 1000 بارت نون ايونايزد. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان البيشنت هيعمل ابزوربشن للميديكيشن دي لانها مينلي موجوده في الصوره ايونايزد، وطالما الميديكيشن يبقى اكسبكت ان هو يدي الايفكت بتاعه ولا لا؟ اه هيدي الايفكت بتاعه وفعلا وود بوت هيم تو سليب. وصلت الفكره يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي عندي البي اتش بتاع السراوندنج انفايرمنت، عندي البي كي اي بتاعت الدواء، اقدر ان انا اطبق هندرسون ايكويشن، اقدر ان انا احسب
البيرسونتايزيشن، بناء على البيرسونتايزيشن في السراوندنج ميديا اقدر ان انا اعمل اكسبكتيشن ايه احسن مكان الدواء ده ممكن يحصل منه امتصاص. طبعا الدياجرام دي بتوضح العلاقه ما بين البي اتش وبين البيرسنت ايونايزيشن. يعني لو جينا نبص على الاسيد زي ما انتم شايفين، طبعا الاسيد هيبقى مينلي نون ايونايزد فين؟ في الاسيد ميديا. كل ما البي اتش بتزيد كل ما الديجري اوف ايونايزيشن عندك بيحصل لها ايه؟ بتزيد. في عندنا حاجه اسمها البي كي اي، لو انت شايف البي كي اي دي اللي بيحصل عندها ايه؟ 50% ايونايزيشن. يعني في بي اتش البي كي اي تعرفها اصلا، هي البي اتش اللي عندها 50% ايونايزيشن، عندها الايونايزد بيساوي النون ايونايزد. لو جينا نبص على البيز هنلاقي العكس، هنلاقي البيز في البي اتش القليله اللي هي الاسيديك هنلاقي 100% ايونايزد، وكل ما انت تعلى بالبي اتش كل ما يبتدي الايونايزيشن يقل ويبتدي الصوره نون ايونايزد تزيد. طب ما ده كده يديني سبيكيوليشن، ايه هو؟ ان غالبا الاسيديك، مش احنا اتفقنا ان الدواء بيحصل له ابزوربشن في الصوره نون ايونايزد، يبقى مينلي الاسيد ميديكيشن بيحصل لها ابزوربشن فين؟ في الاسيديك بي اتش، لان هي غالبا بتكون موجوده الصوره النون ايونايزد، والبيزك ميديكيشن غالبا بيحصل لها ابزوربشن من البيزك. يعني الاسيد غالبا، الاسيديك ميديكيشن غالبا من الاستومك، والبيزك ميديكيشن غالبا من الايه؟ من الانتست. نكمل كلام. يبقى دلوقتي الايونايزيشن والدراج ابزوربشن، الدواء عشان يعدي من البيولوجيكال بارير اللي هو الانتستين مثلا عشان يروح للبلاس سيركيوليشن، اتفقنا ان الابزوربشن بيتم لما يكون الدواء موجود في النون ايونايزابل فورم. طبعا لسه متكلمين في الدياجرام اللي فات، في حاله الويك اسيد لما كان البي اتش اقل من البي كي، اتفقنا ان البي كي بتاعت الدواء هي ايه اللي بيحصل عندها 50% ايونايزيشن، اللي عندها الايونايزد بيساوي النون ايونايزد. طول ما البي اتش اقل من البي كي، طول ما الدواء كان مينلي موجود في الصوره النون ايونايزد اللي كان بيحصل لها ابزوربشن. طب مجرد ما البي اتش عندي بتعدي البي كي بتبقى اعلى، كان الدواء بيحصل له ايه؟ كان الايكوليبريم بيحصل له شيفت في اتجاه الصوره الايونايزد اللي ما بيحصل لهاش ابزوربشن، اللي بيحصل لها ترابنج على السايد ده من الممبرين. وركز كلمه ترابنج دي. طب في حاله الويك بيز، الويك بيز العكس. يعني ايه؟ طول ما البي اتش اكبر من البي كي، طول ما الدواء موجود في الصوره الايه؟ النون ايونايزد، دي الصوره اللي بيحصل لها ابزوربشن. لكن مجرد ما البي اتش بقت اقل من البي كي ايه، الاكوليبريم حصل له شيفتنج لاتجاه الصوره الايونايزد، الصوره اللي ما بيحصل لهاش ابزوربشن، ده بقى ترابد على السايد ده من الممبرين. انا خلي بالك قلت ترابد، يعني في حاجه اسمها ايون ترابنج. طب ما تيجوا نشوف مع بعض ايه الايون ترابنج دي. ايون ترابنج، يبقى ايون ترابنج يعني ايه؟ قال لك الايون ترابنج معناها ان الدواء موجود مينلي في الصوره الايونايزد ما بيحصلوش ابزوربشن. طب ده بيعتمد على ايه؟ قال لك ده بيعتمد على البي اتش بتاعت الانفايرومنت، مقصود بالانفايرومنت هنا ايه؟ البي اتش للمكان اللي الدواء موجود فيه السراوندنج. والبي كي اي اوف ذا دراج فيفر دراج ايونايزيشن. مش احنا اتفقنا مع بعض ان الاسيد مينلي ايونايزد في البيزك بي اتش؟ ولسه قايلين دلوقتي في الدياجرام اللي فات ان كل ما كان البي اتش اكبر من البي كي اي كل ما كان الماجوريتي اوف ذا دراج موجوده في الصوره الايونايزد. يبقى اذا الاسيد تند تو كونسنتريت اون ذا سايد اوف ذا ممبرين وذ هاير بي اتش، بيحصل له ترابنج في المكان اللي البي اتش بتاعته بتكون ايه؟ بتكون عاليه انه مينلي موجود في الصوره الايونايزد. طب البيز، البيز احنا اتفقنا بيبقى ايونايزد فين؟ في الاسيديك بي اتش. فطول ما البي اتش كانت اسيديك، طول ما البي اتش كانت اقل من البي كي اي، طول ما البيز موجود مينلي في الصوره الايونايزد، وفي الحاله دي مش هيحصل له ابزوربشن، هيحصل له ترابنج. طب انا ترابنج ده ممكن يفيدني امتى؟ قال لك ترابنج ده يفيدني لو انا مش عايز الدواء يحصل له ابزوربشن، انا عايز الدواء يفضل موجود في المكان ده، انا عايز الدواء يشتغل لوكال. يعني هي ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ قال لك هي ممكن تكون ادفانتج وممكن تكون ديس ادفانتج. طب اديني مثال، الكيتوكونازول. الكيتوكونازول ده بيزك فاجينال انتي فانجل. في البريمينوبوزال وومن البي اتش بتاعت الفاجينال سكريشن بتبقى 4. 4 يعني ايه؟ اسيدك. واحنا اتفقنا ان الكيتوكونازول ايه؟ بيزك. يبقى معنى كده ان الكيتوكونازول هيبقى موجود في الفاجينال سكريشن على الفاجينال وول في انهي صوره؟ في الصوره الايونايزد. لما يبقى في الصوره الايونايزد يحصل له ترابنج. فلما يحصل له ترابنج ايه اللي يحصل؟ يوم اللوكال افكت بتاعه يزيد، الدواء هيفضل موجود في المكان ده، هيشتغل في المكان ده معظم الوقت، فيبقى اذا الدواء بيدي تاثير لوكال. لكن القصه دي على نفس المثال ممكن تكون ديس ادفانتج. في حاله ايه؟ في حاله البوست منوبوزال وومن، لان البي اتش بتاعت الفاجينال سكريشن في الحاله دي بتوصل لسبعه، تقريبا نيوترال. قال لك لما البي اتش بقت سبعه هتلاقي ان معظم الدراج بقى نيوترال، الدراج بقى موجود في الصوره
الان ايونايزد، وبالتالي جزء كبير من الدواء هيحصل له ابزوربشن من الفاجينال وول. هنا مفيش ترابنج بقى، هنا كميه الدواء الموجوده لوكال بقت اقل، فاللوكال افكت حصل له ايه؟ قل. عشان كده في الحاله دي الدواء الدكتور لو عايز يدي كوتاكونازول هيعمل ايه؟ هيبتدي يزود الجرعه. وصلت الفكره؟ يبقى اذا الايون ترابنج دي معناها ايه؟ معناها ان الدواء هيكون موجود في الصوره الايونايزد، مش هيحصل له ابزوربشن. واتفقنا مع بعض امتى الويك اسيد ما يحصلوش ابزوربشن، وامتى الويك بيز ما يحصلوش ابزوربشن، ويبقى موجود تراب بيدي التاثير بتاعه لوكال. طيب تعالوا نطبق بقى الايونايزيشن والدراج ابزوربشن ده على ايه؟ على الاسبرين. ما احنا قلنا قبل كده من شويه الاسبرين دلوقتي في عندك كربون سكيلتون زي الفينل والميثيل جروب دي نيوترال، الاستر نيوترال، الكربوكسيليك جروب اسيديك. فالاسبرين ده ويكلي اسيديك دراج، البي كي اي بتاعته 3.8 بيتاخد اورال. طب لما يتاخد اورال وهو ويك اسيديك دراج اتوقع انه يبقى موستلي نون ايونايزد فين؟ قال لك موستلي هيبقى نون ايونايزد فين؟ ليه؟ لانها اسيديك، البي اتش عندها 2 ل 3. تمام، يبقى معنى كده ان معظم الدواء او معظم الدوز بتاعتي يحصل لها ابزوربشن منين؟ من الاستومك. ولكن زي ما قلنا قبل كده لا نغفل الانتستاين الابزوربشن بيكون لها دور هي اسبرين ايه؟ ابزوربشن. لان اتفقنا ان المايكروفيلاي بتاعت الانتستاين الميكوزا بتدي هيوج سيرفيس اريا اكبر من الموجوده في الجاستريك ميكوزا، وبالتالي بيكون في فرصه برضو ان الدواء يحصل له ابزوربشن عن طريق ايه؟ عن طريق الاستومك. طب بالنسبه للفلوكستين هنبص برضو نلاقي كاربون سكيلتون نيوترال، السايد تشين نيوترال، الميثيل جروب برضو نيوترال. هتبص تلاقي عندك هالوجين نيوترال، الايثر نيوترال، هتلاقي عندك الامينو جروب ايه؟ بيزك. عشان كده الفلوكستين هو ايه؟ ويكلي بيزك دراج. انا حكمت عليه طبعا من الفانكشناليتي، وان شاء الله الكلام ده تتدربوا عليه في السكشن، تقدر تحكم على الابلكيشن من خلال الفانكشناليتي الموجوده فيه طبعا من التيبلز اللي احنا ايه على طول شويه. طب انت كده اكسبكتيشن يحصل ابزوربشن ايه؟ قال لك لانه هيبقى ايونايزد في الاستومك اسيديك، عشان اتفقنا ان البيز بيبقى نون ايونايزد في البيز، بيبقى ايونايزد في الاسيديك ميديا، يبقى الفلوكسين يبقى ايونايزد في الجاستريك فلويد، وبالتالي تقريبا شبه ما فيش امتصاص في الاستومك. تمام، لكن معظم الابزوربشن هيتم منين؟ هيتم من الانتستين. ليه؟ البي اتش عندي من 7 ل 8، تمام، البي اتش عندي بقت عاليه، ابتدى الدواء عندي يتحول الى الصوره النون ايونايزد اللي هي الصوره اللي تسمح بحدوث امتصاص. يبقى اذا المعلومه اللي تهمني كخلاصه بقى للقصه دي هو ايه؟ هو ان البي اتش والبي كي اي، طبعا البي اتش بتاع السراوندنج والبي كي اي، اقدر من خلالهم ان انا احدد الديجري اوف ايونايزيشن بتاعه الدواء، وبناء على الديجري اوف ايونايزيشن اقدر احدد بالظبط الدواء ده ممكن يحصل له امتصاص منين، لان زي ما اتفقنا ان الدواء بيمتص في الصوره النون ايونايزد، فانا ببتدي احسب البرسنت ايونايزيشن او بشوف كميه الدواء الايونايزد بالنسبه لكميه الدواء النون ايونايزد، وبناء عليه بقدر احدد يا ترى الدواء ده ايه هو احسن مكان هيحصل منه امتصاص. انا بشكركم جدا على وقتكم معايا النهارده، وان شاء الله نكمل مع بعض المره الجايه. شكرا جزيلا.